إذا بتطلع هذا كيرف مهم بالنسبة للأوبريشن لايف سايكل تبعت المحركات بشكل عام والإندكشن موتور بشكل خاص. هون في عندي نيما كلاسز بنسميهم نيما كلاسز NEMA National Electrical Manufacturers Association. في عندهم كلاسز مهمة بالنسبة للإنسوليشن تبعت الوايندينجز. مشكلة الإنسوليشن تبعت الوايندينجز إذا ضليت مشغلها على درجات حرارة عالية مع الوقت بده يتكسر بده يتفتفت ويصير في خراب في الإنسوليشن اللي موجود. وبعدين بصير عندنا شورت سيركت وبنحرق المحرك بدي اطلع بعده عشان اعمل له ريوايندنج. هلا حسب الكلاس اللي بنشتريها من هون في كلاسز مختلفه بتتحمل درجات حراره اعلى، يمكن مش مبينه عندكم مضبوط هون درجات الحراره، هي 120 درجه مئويه، 130 140 150 160 170. فكل ما انتقلنا من A B F H لما بوصل ل H بتشوفوا الكيرف صار زايد بهذا الاتجاه من هون. معناها هذا المحرك وهذه عدد الساعات عدد آلاف الساعات اللي بيشتغلها المحرك thousands of hours من هون. فهذا عندي هون بعرفش الأرقام بين 125 ألف ساعة عمر المحرك، العمر الافتراضي للمحرك بسبب الحرارة، يعني بسبب الإنسوليشن أو العمر الافتراضي للإنسوليشن إذا شغلته على درجة حرارة معينة. فعمالنا بنقول مثلا إذا أخذت محرك H وشغلته فرضا على 170، هاي 170 تقريبا 170 من هون بقدر اخذ منه هذا العدد من الساعات قبل ما يخرب الانسوليشن. طبعا ما بصيرش اشغله، المفروض اشغل المحرك الاتش على خط لما يطلع عمودي صعب انه يلتقي بهذا الخط اللي هون، فكانه عمال بيعطيني عمر افتراضي هائل. فمثلا اذا شغلت محرك الاتش على فرضا المحرك الاتش هو تقريبا عاده بيجي على 125، فلما نقول محرك كلاس اتش يعني النومينال لايف بتتحقق إذا شغلته على 125 درجة مئوية، لاحظ 125 درجة مئوية اللي هي هون. إذا طلعت خط من هون صعب يلتقي بهذا الخط. فأنا عندي عدد هائل جدا من الساعات موجود في هذا المحرك بقدر أشغله بدون ما يتكسر الإنسوليشن. كقاعدة عامة كل ما رفعت 10 درجات مئوية فوق درجة الحرارة اللي معطاة لهذا المحرك بنزل عمره لنص عمره الأصلي. العمر الافتراضي، طبعاً هاي عدد ساعات تشغيل بآلاف الساعات. فعندنا أربعة، طبعا هذا لما بنقول انه هذا مصنع لكلاس A بده يكون طبيعة الانسوليشن وتركيبتها ونوعية الماتيريال كل هذا يتناسب مع درجات الحرارة هاي. أقل محرك بتحمل درجة حرارة اللي هو كلاس A اللي هو أظن الرقم حوالين ال 70، قديش الأرقام هون؟ عندي 90 80 70 60 بحدود ال 60 أو 55 حتى 55 درجة حرارة. طبعا هذا صعب غير مناسب في معظم التطبيقات، معظم التطبيقات الحديثه بتستخدم يا كلاس اف يا كلاس اتش، بكون الانسوليشن معمول بشكل مناسب بحيث انه يقدر يشتغل بشكل مستمر. يعني هون تقريبا اظن 85 90 80 75 تقريبا كلاس بي، 105 اظن كلاس اف، وهون عندي 125 كلاس اتش. هاي بتعطيني درجه حراره، او اذا بدي اشغله على درجات حراره اعلى من الدرجات النومينال بدي اشوف انه هون راح ينزل عمر الافتراضي قديش عدد ساعات التشغيل. لو اخذنا مثلا مثال حد اله حاسبه يمسك اله حاسبه، لو اخذنا فرضا بدنا نشوف شو العمر الافتراضي لو انا مشغل محرك باستمرار 24 ساعه باليوم، وافترضت اني بدي اشغله لمده او بدي عمره الافتراضي يكون للانسوليشن 125000، لو قسمنا 125000 على 24 ساعه باليوم بعطيني 5208 على 365 تقسيم 365 بطلع 14 سنة. 14 سنة، يعني معظم المحركات العمر الافتراضي بنحكي 14 ل 20 سنة تقريبا، المحركات الحديثة. ف 125 14، يعني لو قدرنا نشغل مثلا على هذا هون مثلا الخط اللي هون اللي هو ايش هذا 200، لو حسبنا 200 200 تقسيم 20 24 تقسيم 365 بعطيني 22 سنة و29 حوالي 20 سنة، 20 سنة، ف20 سنة عمر افتراضي جيد لمحرك.